عندنا سؤال للجمهور الذين في الشاشة، ليس الذين في الاستوديو، سؤال للجمهور في الشاشة وتستطيعوا أن تجيبوا عليه بالاس ام اس. أفضل طريقة للتعامل مع المرتد عن الإسلام هي، عندكم ثلاثة اختيارات، الاختيار الأول الحوار فقط، الأسلوب الثاني القتل، والأمر الثالث والخيار الثالث أن القضاء هو الذي يقرر. فصوتوا وأرسلوا إجاباتكم وستظهر النتائج على الشاشة. بالنسبة للشباب الذين معي في الاستوديو، لو تكرمون ستشاركوني في هذا الاستطلاع الذي سنبني عليه تكملة الحديث مع ضيوفنا. سمعتم رأيين، بناء عليه سؤالي لكم سؤال بسيط جدا: للمسلم الحرية في أن يبدل دينه، نعم ولا لا؟ هل للمسلم الحرية أن يبدل دينه؟ لو ثبت أنه يقصد هل يجب تكفيره؟ يستتاب أولا، نعم، يجب أن نشرح له الشبهة، نعم، وإذا أصر على رفض هذا الشبهة واستمر على إصراره في التأويل فيجب، نعم، أن يستتاب ويعطيه فرصة. طب بعد ذلك يجب أن يكفر؟ أعتقد أنه يجب أن يكفر. يجب أن يكفر. عن رأيهم في هذا السؤال الهام: للمسلم الحرية أو الحق في أن يبدل دينه، والنتيجة جاءت كالتالي: 24% من الشباب قالوا نعم من حقه أن يبدل دينه، و 76% من الشباب قالوا لا. لم يكن هناك إيمان مبني على طواعية واقتناع فلا قيمة له. وبعدين زي ما القرآن بيقول: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم. يعني مسألة من حق كل مسلم أن يغير دينه كما يشاء، ولا يمكن لأي قوة أن تقف في هذا، لأن هذه حرية ضمير لا تستطيع أن تتدخل بين الناس وضمائرهم. اتكلموا، اقنعوا، حوار، ولكن لا تجبره على هذا. تقول لي الحوار أو القتل أو القضاء، إيه دخل قضاء وقتل في ضمائر الناس؟ أستاذ يعني جميل، دكتور جميل، معظمكم شباب ولا تؤمنوا بالحرية. نعم. هو أنا يعني أحب أحيي شبابنا وفتياتنا على فطرتهم الإيمانية وعلى غيرتهم على دينهم. وفي نفس الوقت يعني يؤسفني ان انا اسمع الاستاذ جمال البنا وهو ينادي بحريه الفكر، لكن انا صحح المصطلح انه ينادي بحريه الكفر في بلاد المسلمين. واحد عاوز يروح جهنم، احنا نقول له لا، يروح بعيد عننا. واحنا الاسلام الدين الوحيد الذي بدا بيقرا، الدين الوحيد المنطقي. طيب افرض ان انسان ما اقتنع، اذا هناك خلل في عقله. طيب انت تعتبر ان عنده خلل في عقله، من حقه ان يكون عنده خلل في عقله؟ واحده من اثنين: المختل عقليا اما ان يذهب الى المعموره او يذهب الى العباسيه، او ان يكون مختلا بعقله بمزاجه، يجب ان يزال عقله حتى لا يلوث عقول الاخرين.